السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازلنا دائما مع القرآن ومع تفسير سورة يوسف. متضايف ما تفسير السورة هي سورة وكذلك في نفس الوقت قصة من قصص الأنبياء. متضايف ما أندى إخوة يوسف اجتمعوا يعني نجمعا من ند يوسف عليه السلام 19 ويثماس ثما يسعيوا لي همس المطنين ثما المطنين لأنه بباس يجوشنا في الخلاف وقارن العلماء سيستماثين. فنجمع عشرين من الإخوة من أسباب نغثا الرئيس مشير رايك صوبن أثني فضل لقيمات نغ يوسف وأخوه في الله نغنكنين أنا سوي مشير صوار. فاجتمعا كرانا اقتلوا يوسف يعني نغم يوسف يعني نتخلص منه، والبعض الآخر قارن ناس اطرحوه أرضا يعني وثنتنو غارب صحتنا وثنتيار لحد مو كان كيقل خلا أثير في الحد نغاضي ضيعنا المهم مشين كنراتي نغني. قال قائل منهم في آخر آية في السر، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يعني اجتمع الرأي نسن بالأخير في يوم الرأي غشث أنه تنغنر ولكن تدمن ثيرا بالجب. الجب بين ندى يثما هي بئر ولكن بئر لم توبنها. يوش اختارنا الجب بين لأنه البئر كان في مكان مهجور، كان في مكان مهجور يعني ماشي ذا مكان سيسي تعدين زيس العباد ماشي ذا البير قصاد نسيد المسافرين لأنه مثلا كي مسافر ناكي كسحراق الوقت النين علمني إلا البير كمكانيهين إلا البيريهين إلا البيريهين سحوي جب يعني غير معروف وتعدين لا العباد السنة. فنهني اختارن الجبي باش حتى العباد تعدين لا السنة. فاتفق الرأي سنة المثير من الجبي غيابة الجب يعني عمق الجب يعني غير كسر ماطي ماشي غتسر سن كان كفوق مشني وانما غثير من داك سار وثجني كسر من ماطي عند حتى الانسان ما غاديش تجبو وتدي الزراره لانه ما غاديش تجبو البير يسعى العمق كان عند ذا انتفات وتتوتر. فانه هني غتسر سن سدي وانتفات يعني غاسا بيخزر يون وتدي الزراره. من بعد روحنا غلب السن قال الله عز وجل قالوا يا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف وانا له لناصحون. روحنا غلبة السن ناس يا أبانا وهو يعقوب عليه السلام ناس مالك يعني ذا شوكي وغن لا تأمننا يعني وفي طرزين غلمان أن نغتجد يوسف نغي ماس نغي سنين انسن ألف غندير نغت حوسن. قارن بالمفسرين قل أيين الدليل على أن نحاول وعدة مرة ثوين دين سن يقوم غلبة السن يعني مشي تسير المرة الأولى يعني حاول أن كان أنه ما ثوين دي السن يعني ما ستن الخير نفس ستن الشركة مثلية. المهم حاول أن يكون يقوم ياسم ذو السن. فلهذا الناس ما لك لا تأمننا نشو كي جنكا قلع مرض يعني جمي تسجطا أنا ويوسف دير نغم نروح كنحوس نروح نفق نروح نطوي المال ما نروح الأخلا يوشو تسجطا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. بين الناس إن له لناصحون يعني أقلق الناصحين بالنسبة ليوسف. شو المعنى ناصح؟ يعني يحب لأخيه ما يحب لنفسه يعني نود سن سان ديماس أين تودوا إلى عمرة ثنا ويد النصح المقصود ذي يعني يوسفية ديماثنا أين نبغى إلى عمرة ثنا غيث نبغى أين نكره في العمرة ثنا غيث إنكره في الله سنسادان يعني نزحوتي تسا وإنا له لناصحون. فكان هذا الرأي أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظ. أنا أجيت هذه نغزكا يعني أعلم المشروع نصن برمجنا أن نسجد في يمين أتفرن نظر إحنا كذا الخلاء أرسله معنا غدا يرتع يرتع. قرن بعض المفسرين هذه طويل السن نغادي العبد يعني إنه هنيدين قرن شوية هذه فضي السن هذه يزل يزل قرمور وجنا هذه يزل قر أي في أي مكان مهم هذه يزل هذه العبد لأنه رقش شمزيان. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظ. يوسف عليه السلام ذي نقش شمزيان سوى شو ما هذا ويناقش الشيء مزيان لا ثمن بشيء يلعب كان ودي حوس لأنه ناقش الشيء مزيان دوية أكنس قاني ذا نزقو ميز انت ناقش الشيء مزيان ذا اللاعب فقط. قارن العلماء مفسرين قارن انظر إلى هذا النبي أو الرسول وهو يوسف عليه السلام ذي غمزيان
هو ابن رسول وابن نبي وهو يعقوب، ابن نبي وهو إسحاق، وابن نبي ورسول وهو إبراهيم عليه السلام. ده شو اللي راح يخدم؟ راح يجت بس اللي راح يفقد يلعب. قام العلماء استنبطن بذية أنه مع أنه الحياة جد، مع أنه الحياة يثبناك نسقارا في الجد، ثبناما أنه الإنسان يصدي على الوقت، ولكن كنت ندعى عائشة رضي الله عنها أقدروا للجارية حديثة السن قدرها من اللهو واللعب. فندعى عائشة رضي الله عنها اسمت القيمة نغلقذة نقذر فقط تقشيش طمزيان، ولكن عموما في الوشو اللي مزيانون اسم في نقذر نقشيش طمزيان نقشيش طمزيان ديك لان حريص على اللهو واللعب، ديك لان يبغى دي لعب يبغى غادي يزهوم يبغى دي يزل يبغى كذا، فنشتا ماشي الحرام خاصة نقشيش طمزيان، يعني الانسان الديوال الحالة دي منع الفطرة وقشيش طمزيان تمنع، وانما تهذب الشرع. فمثلا الانسان غزر ميسكي يبغى دي لعب يسعى ميول اللعب لقد تمنع بحجة أنه ذا المدين يثليتنا بحجة أنه يلقى رانشتينا، لا، وإنما اللعبين أستخدمت توجه شرعي، اللعبين نس أثيت زربتك ينس شرعك ثم يتسمي بشو اللي تروح لها ثم ثيفوس ثم تظلمة واللي تروح لها نس قارن كلا كي، وإنما ذي وفق الشرع. فهذا نبي من الأنبياء ومع ذلك إيش يعيد بس في الأخير نظر مش يعيد إيش يعيد واحد يتمس بشو ذي الهدف يسميه إيش يعيد إيش يعيد بشو ذي روح هذا قرانا بشو ذي روح إيش يعيد بشو ذي لعب إفق واحد ويتمس بشو ذي لعب. فلهذا الإنسان ولمن عاد وشو ذي مزيانا سواء كان إشتا، لأنه كثير من الشباب مزيانا من عند نيم أولا نسمينا اللعب وحيد الله المباح بحجة أو بغير حجة، المهم كل يوم دشو السبب في من عاد من بعد إشتاين يسعوا الأضرار غزة أقشي شيء إما غد مغا قد مغا 30-40 سنة يبغى يلعب بالعمر كان قرص مرة نظري ونضم قران يسعقون قرص مثل عيب طارة مثل تضم زيان. وحقيقة الدليل أنه يميق لضم زيان دولي العبارة فتلحقي في الجناس فرط ربي فيه المراهقة تبعي فيه، فلازم الإنسان هذي جدا يسأل لعب أدزل الأهن شفتي ذي، ولكن لازم نشتي إذا غنى في حد الإنسان سشرع ماشي واحد كان ويسد لجو إلكترونيك وتعليم طاشو جلانس داخل ماشي راح ويزد كان الرسم المتحرك وتعليم طال شو بلانس داخل ماشي شي عيد كذي فرش تليفزيون في كاس تليكوموندو تعليم طال شو بلان دينا، لا، اللهو المباح واللعب المباح لا حرج، ولكن في حد الإنسان الشرع إلا بحالة نادرة عند مرض زريون الميس، يعني هذا الغد عموما، ولكن مرض زريون جيم سلمن نخمت تتزر ميس ناري ميس يسعى الذكاء ناري يسعى النباهة نغيس على القوة ماشي كيف كيف من الوشو النطنين، يعني هاك نقارن نسعى لافونس يدا شوية راك يسعى تبين يسعى الذكاء أكثر من ميك نطنين، ولازم تيشجع الإنسان في قرار مثلا روح تلعب روح تيزيك وإنما سيسالي المستوى. ذكرنا ديوت القصة في الإمام مالك إيثما، إمام مالك صاحب الموطأ روان سيد فلاس خلى الرواة من بين الرواة أيون الراوي اسمه يحيى بن يحيى الليثي رواية مشهورة قرناش رواية يحيى يحيى غيني غيثما اللي تعيش في الأندلس إسبانيا حاليا يسوفر للأندلس ألميذ المدينة باش يروح هذا يقرأ الإمام مالك ولا ذي الشاب غمزيان ميقو تغرغين باش هذا يقرأ يقنق الحلقة للإمام مالك قران فإلحقد غ المدينة مستني لحقد الفيل لليفون وين ذي الفيل غ المدينة والفيل ذي الحيوان في السنة لك المدينة يعني مشي ذي الحيوان الزغرين كلاس. فنادى منادٍ الفيل الفيل يعني كريون قبل راي غار قال سثن وين ذا الفيل فغمضت الزرم فخرج كل من في المسجد فغنيك للعيبة رح تسوي يجيق الله نقل حلقان الإمام مالك مع ما له من المهابة والوقار والجلال مع ذلك افغن كرنق الحلقين سرحنا الزرم الفيلي وشو لأنه ذا الحاجة بزاف زي سنقل عمر فتزرك ولو كان في الزهر مستحيل بلك يعود في الزهر كان يمكنني مثلا لأنك كالحيوان نفق العمر تنظره هناك الزفنة فممكن لك يديني ونفن وين تتغرر ممكن إنسان هذه الفرط ورقل مجدد راح هذه الزهر لأنه الحاجة غريبة مثلا افغلك الحشا يحيى بن يحيى الليثي يقين لو عاث الإمام مالك الناس لا تخرج مثل باقي زملائك نسو تشفار طارك نفخل مثنطر الناس إنما حضرت من الأندلس لأنظر في علم مالك وليس لأنظر إلى الفيل نسو سيغ تقل أندلس غردا باش هاك زرخ شي ودا بغ العلمين ماشي باش الزرخ الفيل. فسماه الإمام مالك عاقل أهل الأندلس تقشيش مزيان سميس عاقل أهل الأندلس فخصه بمزيد عناية يعني غيرنا إفكياس القيمة إفكياس العلم إفكياس الوقت إفكياس الجهد نس أكثر من وين إفكياس الطلاب النطنين ده شو النتيجة
النتيجة أن الرواية التي اشتهرت هي رواية يحيى بن يحيى الليث الشبري في شنو الدركي. شاهد مسلاد أن أولاد الأنبياء أبناء الأنبياء يلهون ويلعبون في حدود الشرع، ولكن ما رضى الإنسان أنه ينق الدرياس يسعى كان يفوق ويكنطنين يعد الأقران ينس ذي العالم في شجع الإنسان أنه وثي تروزار. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. إن له لحافظ ونس أثنى وذذنه أذي حوس أذي لعب أذي يزل أذي طويل مال وأقلغ أثنى عس عشرة دلسن لو كان ديوان ممكن أكيك شمشي، ولكن عشرة يرقزن لو ينقش شمزيان ذي متسن وثحذر وثعسن أكنس قال أكيد أنه إلا أن يشاء الله وفي تصور ماذا زحق شي شيء، يعني مثلا كعناية إخوته الكبار عشرة دلسن وإن له لحافظ نس أثنى عس باش يسن دي جوغة بس. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به. إني أسنكي حزن رغم هذا الفرق. فيوسف عليه السلام يتقام بزاف واحد باباس، يعني تحبين غاتي ولي الإنسان ديك حرك، تحبيه مليح. بل قال بعض العلماء قال أن المحب بين تحبيه بزاف دايما ديرس، إيك جاني يتمسك يسعى شوية الحسد غور، سوف أنه يسعى عناية، يعني نزرق أول الصورة، لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا، عم كيعلمن، مشي من الناس دخلوا وليس، لأنه المحبة تنس دخلوا ول. وإن لم يعلمن علم نس القائن علم نس طريقة أم كيف يتعامل أم كيف يتساوي وغير ذلك. نس إني لا يحزنني أن تذهبوا به، يعني ماشي غادي يمثيو هكذا باش تحزنوا، مجرد الزرغرة خامة هذه فهو هذه غير الحزنوا كي سيدنا البس. إني لا يحزنني أن تذهبوا به، هي حاجة تمزول. الأمر الثاني وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. حاجة وسند نسو كذا في تشوشن وكل واحد سيدي تغفل في اللاس. المفسرين ضيع سعان اقوال من اقواها سنة بالاقوالين. بعضهم قرند انه حقيقة يقصد الذئب، يعني كذا لانه تروح مع الخلا. حتى لو تقطعي في المال ممكن تستوي. فاكيد والشنا ثاني بالغابة والشنا هي ديزر تقطعي فكان المال ادي سريحة ادي روح. يعني ممكن كيس قانا 90% 99% تملاقى من الشن. خاصة الطبيعة اللي كيشو تعيش النوع اللي ماشي من مثلا. بعض المفسرين قالوا أنه يقصد رمشن يقصدين دنوهن لأنه يوجد أذن فإي مع ناس نتسوشن وقد غفية وشن سكر الأذى، يعني مع ناس نتفلس النهن. وهذا في حياة الناس اليوم قرنتي، فكثير من الناس مثلا ما دي بغوا أكدي مثل الإنسان خلاص لا نفتح فانس في ما ونقل عندك للسونوبيل بجو بعد ذي أسبان. لدينا كثير الناس في دنيا الناس اليوم يتعبر ذلك في الإنسان وعرى أنه الإنسان كان سيطر للمنزل يسأل يدشن مرة من المرات يتمع كون ذلك زيكني ذلك القريض أتشفي مكازيه سوق الفلاح ألم يذين دولارين لتروسون لتروسون محددا أبلغني للدين كله يخلع لا لم ترى كي بنامي عمرك فالإنسان ذي وحكى في طار نسي مرني يوعر مليح نشفى ذاك كني في لس الوقت النية فيونو بريد ذاك قارن ديونو دمغار تركيبا كي قال كاب باش تطرق سوق الفلاح خاطير باش تطرق حدادا خاطير بغا تطرق يا رسم لنا كي مرني لن ميكي حبسنا كان ويكي كسعانا كلنا أخي إخام نكي قد جوه فاثني يسمي حبسي ذي تمديث وسكين محل خمسة يحبس بطوطر بعد ما غادي يقصر كاين شي واحد صغار ثاني كيرو سوفر ني نسي ما حدا روشن مالك وشن، يعني يمكن ني خلا نسميو كذا وشن بوسيني طرم ماشي وين بربعة، يعني حقيقة يعني دل مثل في كل اللغات انه الانسان يقوى عرن الانسان يختصم من طرم اسين دوشن وين. فبعض المفسرين قارن انه وشن اللي يقصد ده يعني ابن هني، وبعض العلماء وهم الاكثر قارن يقصد دوشن من الصح. المهم يبغى سني بين انه اقشي الشيخ انه طمأن غرا ما تجي خير واحد يدون أقلين ماشي مطمئن، يعني أقلين قلقا وممكن نتيج الذئب وأنتم عنه غافلون، يعني ماشي متعمث ما يتشاتوش نير ماشي يعني يكون مراسس الدبن وإنما تغفل في الناس وأنتم عنه غافلون. نشوز لنا يعني أكد ناس بره الناس دل مستحيل ذي دي مانشتاي. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة الناس أثن ما يتشاتوش ممكن عصبة تجمع تقلق عشرة وذي القزم ونصحها ونحن عصبة إن إذا نخاسرون أنا ساتن إن اسماء الذي يتجرد ثن غير إليك قلها نوطما إيه وشو ما يتشتوش ممكن يتجمع في تشديرا نو يعني مش الخير الزينة ولحد الخير لأنه الشنية غاسد دي الظن أهنا نقع عشرة دي السن ما هذا الصوتين في الأسيس عشرة زمان نتشكل نقل قاع
عشرة سن زمان نفطهم مش اليوم نلعب. فالمهم أن سفن غيرس أنزوم جنشتي ما يتشاتوش ممكن يتسجم معك فن ولش الخير زينا إن إذا لا خاسر يعني يقنع عن باب السن يقبل على مضض يعني يقبل ولكن سني يقول يجهن وين يمسني روحا كتقال مفسرين حفن ذي البيرة كي الجب إقلان على غير طريق مسلوكة شو معناه على غير طريق مسلوكة يعني حفن ديون البير إقلان تقصد نار العباد يا كانوا تسن ثانيا أبريذني ولحد زي سمس بريذ متعدين رزيس يتوس ماقشي شيء ماث بجلدي باش تسجبو يونا غورس اسم مودة لأنه لو كان اختارنا البير إقلان معروف ممكن الوقت اني قشو راح باش يتيانا دفن العباد ذي نغر غورس غالبير ميت السنانة يعني البيريك توسنن اون جينيرال دائما تفت لنا العيبة دا غورس حبسن دا غورس نوهن يختار أمك يعني بالله أن يخلع وعلى غير طريق مسلوكة يعني إذا بريدوا تعدينا رزيس العيبة إن الله عز وجل فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب يعني وينس قررني كل إنسان إجمع يعني اتفقني كل مخالفنا أنه تجعل قلقاع البير وأوحينا إليه قال العلماء يوحى يصدر بالعالمين يوسف اختلف العلماء وحي نبوة ما وحي إلهام المهم يسعلمي الله عز وجل مع أنه صبي صغير يسعلمي باش أول ناس أزدبين أنه يسعى الشنبا مقران غزة ثانيا باش يطمئن باش يريخ العالم لأنه أكيد أيثنا أقشي شيق العمر نسقى خمس سنين بلك ذاك سنة سنين أربع سنين خلاف بين العلماء المهم تقشي شمزيا وينت أسميت وين باش يرنق البير يفهم باش بديت دون غير غرس لا يعقل انه مثل من جرانت البير انت غير قيمة تطارك كيسقان بيزون لي مثلا ونسيت تصا اكيد انه يتروي ياسن اكيد انه اسمي يخدم ثاني شتي اكيد انه يحل ليها يعني لا يعقل انه دمن سيد ديك شن البير انت قيمة لا وانما لا مراحل اكثر انه دمن سيد انه جرانت داخل انه نسيت تفض انه قراص خاطئ فهي امر مسقر معقول فما اسمي يخدم نشتيكل ترى تجاهم يفهم لحد قوما نسمع يعني قوما ندر رب العالمين يوحى يسد باش يطمئن باش نخلع عني نستكس وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون يوحى يسد الله عز وجل أنه مصبر ما عليش أن يخدم نيف مكاين أدي يسواس لتنبئنهم أدي يسواسه نسعى لمتسوان شتيين أجبز التمس ليثيين يخدم نكا وهم لا يشعرون يعني غادي يسيون نهارات ملاقا كتشاهم تعقلت نونك عقلنا لا كتشفو نونو شفونا لا واسم تيد جبرت يعني ولاش داشو تقرحا ام يوان استخدمتا كيكرا نديري واثي تملاقا تكرا واس كتشي فصهيد كتشي تغفلت واكس دي جبرت تينيك قرحا لأن الإنسان في استعدتين نديري وتشفيت في اللاس دايما وقيتي تملوقا تسمك فايتيتي فمالك ديش بالتمس تيق ليك مستعد كني قارن تشوكي طارك تزدار الصدمة خطر مستعد كزيك تراجد داك ديش بغل عضران ولكن ما ليك تسهيد أقليك تصاد أقليك تعيش وتصوت تستلمكلا تنشرحت أثيت ملاقات بالك وتشفي طارة ما كيف أنه تطرطت بالك وتشفي طارة حتى في اللاس وتصاد وتنشرحت وكس ديش بذ أكي الرزيم يا ريمير فإنيس رب العالمي لتنبئنهم بأمرهم هذا أدياس يونواس يعني رايحة نجوت يعني كرميت الله عز وجل الوحيين أنه رايحة نجوت كنشتي ماشي ذي نرى تنفط ولتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون رايحة دياس واسة النجماع واسة نسيت جبط ثم سلسين وانه هنا دليل غفل في الأمرين لأنه من يوسف عليه السلام بالوقت النيق اللحظة يعني مش نهضر يعني ذلك أكيد إلا متوقر حمليح لانه اي ثمان هو ليش شو القرح اكن مالك تزدا كان الضربه الصحه من هو جاي ثمان قرن بانه رجل من العرب سافر مدي ولا هو خامس لو كان سيد كبريل تمثالا من ديس العباد قبل ما يطخر الناس لقد ماتت زوجتك الناس تموت تمطوطي احتسب الاجر غربي الناس الزوج خيطني يعني تموت تمطوطي زعما غادي جوج تمطوط نطي مع انه مقرر انه الركاز اللي يعتبر تمطوطي السلعه مستديه ويثا لا ماشي دوي المعنى ولكن غادي يحفظ الود المزوار ولكن كاين يبغي الحال زعما غادي جوج تمطوط نطي الناس يموت ميك الناس يدير زقربي ويتني حقيقه يموت ميك قصيح قريح كتغول بصح زعما تسعف الدريه نطي ماشي ممنوع الناس يموت يماك الناس قصي ما ظهري الناس تيتشي الضربه خاطر يماك زعما تتعاود تدويت
اي ثمان كلي مولاني ويزمع تران تعاود ولاش يوم الدنيا تبدل غباب انا غتبدل غير ما انا غتبدل غير ثنا ما موت ما روح ما خسرت خلاص روح اما ويا كنا اثنين زمر تهت زبطلت مع انه قريح ضغ ويا كيا ولكن يزمع الانسان قال وقع عندي بدل ف يوسف عليه السلام ميكزرا غير ثما سيسي خدم هناك ولاش شي قريحه ما نشتي فيطمئنه الله عز وجل الوحي يعينه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون يعني نصبر كان أديس وسرحان ملقات وسيكون لك شأن أم بعد بيت يبن دينا ولن ديث مغي وخمس يقارد الله عز وجل وجاءوا أباهم عشاء يبكون روح عند العشوس يعني أكيد مفغن فغن صباح ميجينا يوسف عليه السلام الشغل نسن حشر يوسف عليه السلام يعني وروح ما أسعين كما الشغل الشغل نسن بيوسف عليه السلام ولكن ماشي حاشا جيران سكان ولان قيمنا شحال يثنا غالبي الطلان قال الله عز وجل وجاءوا اباهم عشاء تمديت الواس العشاء يبكون وسند تسرون قال نص العرب يثنيون المثل قال نص الليل اخفى للويل يعني وين كان يبغى يخدم كيران ضربه افضل وقت هو الليل يعني كيران من المصيبه البيضاء تخطط افضل شيء عليت العشاء ولهذا الله عز وجل أمرنا بأن نتعوذ من شر الليل ومن شر غاسق إذا وقب فإخوة يوسف اخترنا سيون ومكان إقلان تعدينا لعباد زيس اخترنا سيون البير إقلان يعمق بتبين رميك شم زيس اختار مدغن مدو لنا خان باش يحكوني بابات سن اختار نطلان وجاءوا أباهم عشاء إيوا شو لأنه لو كانوا سندق نهار أدكشمنا بابات سنسين إموذ يوسفنا غير روحا غير يوسفنا لكن يسنا يد الدور ميداني ومكان ولكن مدقل العشاء بالله عنا استوث تسمى خلاص دي العشاء ترى ترى نهضر فيون وشين ترى نوطغرين أنا فقط عيث يعني المكان لها نروح نسيين نفق ترى وجاءوا أباهم عشاء العشاء تسمى ما استيثي ونطرى كرا جمكان الفلانية وتغض تناشيين نغذر واحدة نصبح هذا الشرك دينية لانتخار كان نسك صباحا نروح نزر بس ما استيثي ونطرى في ربعنا في الخمسة يطرى كرا دينية دا نروح نزر مباشرة خطر تسفى بس ما استيثي العشاء أنت خارج كان رزق كان أغتفى ثم راح أنظر لهذا جن اللي بيدعش بشو سن جاءوا أباهم عشاء يبكون وسند تسرون مش فهم بعشرة سن وسند تسرون يتباكون مش ذي مطون الصح فرصني من سند تسرون بشه كل حلبة بس ولهذا يؤثر عن بعض الصحابة أنه إن كده ما تقطط يا خصمين إذا جاءك رجل وقد فقئت عينه نكمل يعني سيديون تكسب تتيس ناقف شوف تتيس تسرون ياكل إن لا تصدقه حتى تسمع خصمه ندوث تمنغة أديس تتس تشوف إترو أدرك ديش أكديش كتي وثاي فلان وثاي فلان إن يكوث تمنغة أنا نزريت أخصميس إيوة شو لأنه قد تكون عيني خصمه قد فقئتا اسمع ما يلوي وسيت تشوف تشوف ناخد شوك شوك العد عسى ديس أخصميس خطر إزمع الحالة تبت أخصميس شوك سنس ديسنا يعني ذنوب طلمان ذم زوال نيني طلمان فماشي وين ندي مزلن كان غور كي تسلو ياكل معناه الانسان يكسع عن الحق والدليل لا تسيق ويمو سندوز لندغبابة سنتسلون ومع ذلك الناس كذبن فالانسان اللي حذر لانه كثير من الناس تسويهن العواطف وذوي السبب يجعل ما دي مشكل يرسين العباد سرعان ما يتقال ذي المشكل يرسين لكلام عزتك سين العباد مخصم خلاص مفروض كنيد العقلاء انا انكسر المشكله اللي نجي راسي باش انا نخدم ايتما انت من صرنا ننتقل ديكلون دقيقه صافي توي 900 للعباد و 900 تنا ديال راسي شغل سينيك تنا دقيقه قبل انت دات واحد تسدد اي واش لانه نسعيوت العاطفه كروني معينا انه همزوا لا غاديش كثير يسعى الحق همزوا انا غاديش كثير سورتو ما يوسد الاجراح انا غير يوسد شوف في التيس انا غير يوسد يسخن في فاك نقارن خلاص انت كسع عن الحق ويد الخطا العاقل ايتما ويتواكل لا حارس المظاهر العقل لازم هذه السليس من الخصيمه وهي وسيدي تشرو بالك واي تفنج لامورك بالك كان بطلنس امور خضر من الديو سان كان يوزل دي تشرو ياك وجاءوا اباهم عشاء يبكون وسان داورس تشرو الناس اش قال لنا كان قالوا يا ابانا ما سببتنا انا ذهبنا نستبق نسفا من روحك ويوسف عليه السلام ذهبنا نستبق يعني خدمنا ياك نسقرن مسابقة يا رسول يا إما مسابقة في الجري يا إما مسابقة كاين مطني مثل الرمي وغير ذلك المهم الدهانة كاين كيران الأمر كان تسابق يا رسول إنا ذهبنا نستبق
وتركنا يوسف عند متاعنا سرسن القشنس سرسن المكنس سرسن يوسف غرغورس لخشي شمزيا نهني شغلنا كاس كلام امريكي كيضحكوني لاباس وتركنا يوسف عند متاعنا باش من النتيجة لا شوف طران من المصائب فاكله الذئب النتيجة لا شوف اكله الذئب يوسف شنيج وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين يعني الحقيقة يا راسنا كل يوم يعلم ده شو قلنا نقول نوايطني سلقرائي نهنا يعلمنا انه بابسن ما راحش هنا يمن ولكن يغلبيه من الحسد اني قبلنا الخذ من الحجة وتتمنى بابسن المهم كانت ديباراسي وكثير من الناس خد من سيدنا بعض الناس يخدم كيكيان المصايب ما رأيت في الاسم الدنيا نغمات نون يديك كيكيون العذر يوثن اكسكوز انسان الحقيقة يعلم انه وين نوثي ومينارا ويعلم ثاني تفستير من هذه ريسكين المهم قد قطو الشغل مني انشتي اذا شو تيثنا انشتي ما ذي الانسان يتواغطى في العقلس يتواغطى الحاجة اللي يبغى ذي يوتكن نقارن القاعدة الماكيافيلية التي تنافي الشرع الغاية تبرر الوسيلة انسان ما ذي يبغى ذي يوتويت الحاجة اذي يعفس في كلش استني تي راجلين يتعرف شتك سي با نورمال سي با لوجيك اللي خاطي يبغى شي غادي يوت النتيجه اللي بغات تيوت فنفس الشيء نهني دار المز الحكام تريا الحقيقه يقول لهم اسمع من ما راحش هنا يم ايوا شو يا كان عن السوابق وحين ما السمي يعني بابا السن يعلم انه حسب يعني ما يبغي كذب ثانيا اني اسن اخاف عليه الذئب الناس ذا الذئب بيتش يعني دفنا تحكي في النطق وقرحنا راه غير منزل في كاس بابا السن في كراميسي انه كذا غش الناس دوش نبدا تيتش يعني قرحنا ريك ما نسدحوا في الخطه النطق وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ونعلم أقلي كوف تصمن طارة وإن كان أقلاغ الصادقين أقلاغ الصادقين بس حشو في تصمن طارة يعني معليش من بعد ند الله عز وجل وجاءوا يعني باش أدبره من أنه يتقارن كذا الصح خذ من ذكي يدر خطة إن درب العالمين وجاءوا على قميصه بدم كذب وين دل قميصيس لباسيس يجلسا وين تي مدام دلك ذم ماشي دوش نتيتشان مادام ولي مثالا كسناس دي باسيس تيرون ساكنز داخل دمند قارن الشات ما سخ لنا اي حيوان زلانت طلخنا سي القميص ني سي دم وين تيد الحجه زعما مش نفاني تشاف فيا القميص سي شور سي دم والقميص يوسف يتقال ثلاثي بعفانك الصوري بمكانين سمي دوين وجاءوا على قميصه بدم كذب الدق اللغن واحد القصه يصحي امراه العزيز واستبق الباب وقدت قميصه والدق اللغن الاخير اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي ليس نفس القميص طبعا ولكن قصة القميص تتكرر بي أسميت دوين القميص أي وين تتسيب من إنه ننسى النوط أن القمة للذكاء بالنسبة للأمورين يعني حاجاك نسقى الماضية الإنسان أمر ذكي وين تعيونه مكان ولا شيء مسبريد نزيس يعني ما راحش الدقل يعني لو كان يتشور في مسبريد ممكن حاشي تسلس انه هنا تقلب ديال سي ولا ديال فهم انه ديك الشيء غيتما هنا ثوري زوال ما عندي تبع عندي الحق يعني عندي ادي قلق قشيشه يا خا ولكن سلس تقول مكان عند باش تدي تقسي ولا مسبريد الى قاس بالك شهور وشهور زعما حادي تزدخل ارنان ولا عند العشاء تسمى وزميره بس نهضروا حادي فردي سنسيني وري ميدان كان عندي في تشامو الشناي تسمى غنمي سيزكوين ارنان القميصيس على سيدا من طلخنت سيدا من يعني مثلا دي ذم يوسف ولكن الخطأ يخدم أن يوسف عليه أنه يعقوب عليه السلام لما تمعن بالقميص اللي وين ذاك القميص الخضري ذكرنا المفسرين لناس أنه يناد أي ذئب حليم هذا الذي أكل ابني دون أن يمزق قميصه يعني من هو ذو الشنين قال لنا انتليجون من هو ذو الشنين يتوار بناك الدرجة أنه يتشتس داخل بلا ما ذي شرق أزو حكي قلنا بسينس بسينس ليس السفل أم كذا فيش بلا ما يشرك القميص النين مع أن الدمها نتولي تتنشوف بصح أم كذا فيش خصوصا مرة تعلمت أنه من خصائص الذئب إذا كان العلماء أنه ما ذي الطاكي حدا فيش ذي الإنسان نغض الحيوان أول شيء قال لي خذنا سيد دي غاعب وطيسة دي سوف غيني لاز داخل تحب ذي شتاسة ذو ذي جغذان ذي رئتين سمك باش هذي تشك سمني قلن نشوفه يعني ما تحب ما ذي تشيني قلن داخل قبل ما ذي تشيني قلن نشوفه فمستحيل واش ناي ما ديتش كنيس قرنص النظام ولا تتسلس النظام لو كان تحيز دم غرغورس ما كانش شرقي ادي سوف غيني لان كعبوطيس ولي شرقي القميص فهمي كزار القميص ني لاز ديان يعني ولي الشرقاله
يفهم أنه ذير إلا أمرنا. وذي العلماء لشو تقارن إذن؟ قارن أنه سبحان الله عشرة للسنة اختطناس وسعان بلك أيام بلك شهور الله أعلم مش حلقي منهم نتختتني وانشتا والظاهر مثلا اختطن لأنه خممنا ندات سرسن خمن كلش خمن نزلون الحياة ونطل خمن إذا من السفل خمني كلش بس حق عشرة للسنة يروح أسنق العقل الإنسان يكل أنه ما يلدوش نيكتشان أقشي شيء لازم القميص يدي الشرك ولاش يونزيسن يخمم من هذه الدم الموسكة لشرك القميص باش اللي توكل الأحباب السن مع أنه ثي أمر معقول فحواش طال ذكاء خارق باش تعلم ثي ولكن ما ذي بغرب العالمين الأمر أكنس قال لا ينفع الحذر ولا ينفع العلم ولا تنفع النصيحة ولا تنفع الوصية يعني ما ذي بغرب العالمين هذه قضوا كرة أكني غويلي العبد من ويتش في قال ماشي ديون العبد السن يروحوا قرويس ماشي السن ماشي ثلاثة عشرة كاع عشرة ديال السنين ثما يونوري خمم السيني سي با نورمال انا وي القميص زي سيدا من كان لازم تنشرك يونوري خمم ولهذا نذكر ثما القصة لهدهد سليمان اسمي سليمان عليه السلام تفقد الطير تفقد الحيوانات وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد الهدهد هي حفكث وفرا نسن بلاد قال العلماء مش بحف الناس لأنه الهدهد صحيح الخاصية أنه يزار من سدو القاعد الهدهد هي الطائر مالي تشفرفير بسماء يخبزر سدو القاعة يزار من مالي زار أمان بيون ومكان هذا يطرغ ورس هذا يخبر سليمان هذا يروح سليمان غادي لنا هذا غزم دينا تسفرنا فيتح وجد سليمان باش يستخرج الماء ابن عباس رضي الله عنه يفسر الآيين الهدهد يكذيون يوشي تحسيس مكان ميس يا ابن عباس تزعم أن الهدهد يرى الماء تحت الأرض نستقرت زعما انه الهدهد هي نزم رضي زرمان سداو القاع ابن عباس نعم انيس فكيف لا يرى الحبال نغى الفخ امام عينيه سامي كي الزر سداو القاع امام ثلاثة ربعة سبعة عشر متر في الزرمان الناس ما نسخدم انت خفت كاست فرنس وزوح الحب هذا راح هذه السلاسة قويس وتفط فمشو يزارا بخفتني شو سيني ابن عباس انيس اذا نزل القدر عمي البصر ولم ينفع الحذر الناس ما تنزل القدر الله عز وجل البصر يعمو والحذر ينفع فنفس الشيء إذا دارنا إثنا التخطيط نسم تخطيط محكم يعني الخطة نسم خطة محكمة ولكن اسمي بغرب العالمين الأذيليون الخطأ أتسيديوث اللفاي البلونسنج الخطة نسم ذي حكمة رنزل من بين الحكم وانشتا يقدر الله عز وجل أنه يسع عشرة غفل في الأمرين فبس نسمي زر القميص منين يفهم أنه أقشي شيء في تشارة ذي مستحيل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل الناس خطي الناس تبين من سولت لكم أنفسكم أمرا يعني تنفسيت وين يكون دي ملان كيران الأمر نديري يتبين سيس الدوي يعقوب عليه السلام اشتيا يثم ورزارة وردارة سوى شوس القرائن شو القرائن يثمد العلامات ولهذا استنتج العلماء أنه يجوز للإنسان هذه حكم في بعض الأمور ماشي كلش ولكن بعض الأمور سي القرائن شو القرائن في مثل العلامات زعما تستنت الإنسان شي المنافق زعما تستنت الإنسان شق لك خدمت الرياء زعما تستنت الإنسان شي تحبي كذا نفكرات كذا لأن الأمور هي للقلب زعما تستنت الإنسان قال مثلا تحذير طرا باش شوف خدمة خدمت ناس خدمت طرا أين قال الغيب ذا الغيب ولكن جوزن العلماء للأذكياء من الناس أن هذا يستنتج القرائن يعني العلامات هذه فيق ذا شو يخدم العبد منه فكثير من السلف لن يوصفون بالأذكياء منهم رجل من التابعين اسمه إياس بن معاوية إياس بن معاوية قارن أحد عجائب الدنيا بإنسانين ممكن يكون الصغر أتقران القصة ينس وأتقران القصص ينس لأنه ذا القاضي وقبل أن يكون ذا القاضي لكن يسقرن إنسان ذكي جدا من عجائب الدنيا بالذكاء إذا مرة يظهر الحاجة أكدي في كيران الأمور لا تتنعجب فمرة من المرات إليه يقيم واحد الأصحاب ينس ظهرنا رجل يعني هالضغط الحكم في القرائن أنه الإنسان إذا ذكي إذا مرة يستنتج في القرائن إذا رأى رجل يتدوك في المسجد غريب يدويرا كما يدويرا كي يتبين يتحفو كيرا يدويري 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 في قارو حقين ينتقد إياس بن معاوية إنيس هذا معلم للصبيان يبحث عن صبي أعور نسويين هذا الشيخ سقرايل واش ولي مزيان ويتحفوا فيه ونقشيش يسعيو تنطيط في الدرب حاسم شي فقط
رحنا الروس سقسنت الناس كي داير الشيخ سقراي غير شو اللي مزيانو الناس يروح يونقشيش يساعدهم تي تكات الدرغ وهمن اكنس ندير الناس وسوا حنا ما كان وي يعلم الغيب ولكن وي انسان ذكي يستخدم القرائن الناس كيف علموا ان الناس رايته ينظر يمنة وشمال خضرك الناس على ما غتحف فيها هذه يوم ان الناس زريت كل ما رد عدين واش اللي مزيان يتصدغور نسن تسليم فلاس يعني بالعب ينو يتسمع مر واحد مزيانه الناس ما دعدين مقرن يطلع يرى غرغور نسن الناس فقط انه يسعى المهنه الناس نار الشغليس يسعى العلاقه واحد مزيانه الناس سميك تحف في عيا باش يخدم يطلع كل قمار القاع يحف فيهم يمكن زي ثلاثه دروجين كاين وخمس زي ثلاثه دروجين يروح يقيم في دروج سنين وست ثلاثه الناس ملوك تقامين يتحبين اللي يقيم قليل عليه الناس ديال الملوك واحد المشايخ دائما حتى في المساجد عباد القمة القاع الشيخ غادي يقيم فوكاسي دائما فالانسان يقول لهم من الدر الصقراء دائما ما غادي يروح غادي يقيم بلا ما يعلم غادي يحوف مكان يقع عليه لانه ينو ما نشتي فمن تيزر يقيم دي الناس يا اما السلطان يقول لا ناخذ المعلم الناس والحطان يمشي للحطان السلطان اذا هو معلم للصبيان يبحث عن صبي الناس بعد زريق يقيم كل ما دع بقشيشه كافي خزر كان عادي ما دع بيون يدر غني فدي الزد وفي خزرك ولا عاد يقل الذي يخمشي دوينه فاستنتج سلقارا إنيا الحل الشخصي فيعقوب عليه السلام ورح ليرا انتظر ولكن استنتجت سلحال نسن سلهضور نسن سطريقا نسن وحيث القميص يغدي وليدس الدوين ديدسن استنتج دنو أقشي شيء ورين مثالا وأنه تخطط اختطم وقارن العلماء وقبل كل هذا من بين الأمور يتجعل المزال يتفكر دنو ميسوري مثالا الرؤيا من يقزر يوسف عليه السلام لأن الرؤيا تبين دنيا يسعى الشندة القرآن إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ما يلقش شيء يورقا ومن بعد كلك جورة برينا غاش حل الوقت مبارو خلاص دين يموت شو هذا المعنى أنا رؤيا نسقامت في غدرة فيعلم أنه ميسيما ديسيون واس أدرفع رب العالمين الشمس إذا مستحيل أذينا يموت وكذلك الخطا اي باش وقع عليه في مثلا نشري نركب من القميص يجعليه باش يطمئن وليس من المسيور المثير يعني يجعليه رب العالمين بالعلامه باش يسعو دائما الاسبوار يسعو الامل ان المسيور مازال في الدر قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صبر جميل الناس ساعه باش الخدمه هو شيخ كبير ويكني في الدرياس ديال القرن ويزمراس نسكدي لهم ويزمراس هناك إني صبر جميل يتشترز داخل يصبر والله المستعان على ما تصف فالإنسان يستعين بالله بالمصائب ويستعين بالله بالنعم لأنه ما يذكر بالمصيبة ده شو الفريضة من الوقت النعم هو الصبر وباش تصبرت لازم كيعين رب العالمين وما لك ديك النعمة الفريضة من الوقت النعم ده شو هو الشكر وما يلوك وفقا ربي وزمرت تشكر فالله المستعان في كل الأحوال إنسان يستعين بالله في كل الأحوال أم بعد رب العالمين إذكار بيتنا أشوف فلان وحيد يوسف عليه السلام قال الله عز وجل وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه يقدر الله عز وجل كتقان مفسري أن تاهت قافلة من القوافل يعني الحقيقة أبرز من تتعدي زي سمتها ولكن إذا شاء الله شيئا قال له كن فيكون يقدر الله عز وجل أن يوث القافلة إراعوا بريديس تاهت في الطريق يعني من المفروض إذا عدين السيهي إراع اسمه بريد عدين في بريد نيك خلان بريد نيك غدو لجلس فإذا كان يقارن وسعى نرزيس الشغل ولكن راعا يوهن الله عز وجل في بريد نيك أزران بالبير نيك فأرسلوا والدهم شيعا من هرد أحمد يمين البير نيك قال العلماء أنه يكني أصحاب القافلة التجار ذي معلمان بالأغنياء السعادك نسقامي إما ذي العبيد ذي زيز كلاب لا ذي خدامي خدمنا غورنسن ماشي إنه ناذا رحنا ديهم لنا شيعا كلام الشباب كي ذي خدامنا غورنسن نا ذي العبيد نسن المهم ماشي ذي الأسياد النين قراحة وجاءت سيارة عدان ذاك السيارة زران ذي البير نيح بسن ما نسي ما لثان مقال يروحوا بريد النوم بسحنوا فد البير فأرسلوا والدهم الوارد واحد أو اثنين أو ثلاثة شيعا تنظر روحنا ديهم لنا فأدلى دلوه من ذاك الدلوني شيء عن سلك ساء من الجبل يوسف عليه السلام مثل ذي الحس اتفت زيس اتفت قوينا غي وليد ويقام العلماء الدليل أنه كان صبيا صغير يعني الحق لم يدين وليد دخلوا بيذوني غمزيانا كي يعني صبي غمزيان
فأدلى دلوه مدسولين قال يا بشرى هذا غلام، يعني مدسولين لكن عندك وفنس لقشيش ونسي لا في كسر بالعالمين الزين في كسر بالشبحة، يعني بالعبد في زر كان الإنسان كما في حب في كسر بالعالمين شطر الحسن كي تمسك الحديث. قال يا بشرى هذا غلام سويتن لقشيش مزيان، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. أشو معنى أسروه؟ أسروه يعني أخفوه. قال العلماء ديال المفسرين سعان قولين هم بمكر معنى سسمين، قال دابنو مثل السولينة كنو فنقش شمزيا خمم من مباشرة من الزنزن، لأنه قل وقت النين وحتى للأسف الشديد قزمانيا، ولكن قزمان نهايتنا لأن العبادة قلان أسعين ماذا زوحي تنوزن، يعني العابدة الحور وغيره. أما إنك نهاية ماذا مسلمين تنوزن ترى ترى سوريا العراق في أفغانستان أصدم من ذلك دينك للقزن أدم من الخلاف النير أهم الزنزن زوزين تنايف ما تصغمت للعباد تصغمت لنا ماكن بالإيمان. والغريب في الأمر أنه من وين تتصغم تصغمت من كريم مسلمان مسلمان صار تسعى بريم النساء ولا علي ما شوي صار غبيا النساء النساء نسخان المسلمات من المفروض أن تحرر من المفروض ذري من النية هذا خلص أكن هذا خلص باش تصوحر نستي موري مسلمان بس حساب النساء المسلمات كان عندها ضرب العالمين ديك وكان مازال هنا ركزنا مع عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن الوليد وصلاح الدين الايوبي. والله ما يثم في لقويين كيف لقنوا هنا بس قشار ما نروحنش الكفار يخزر ما كاين بصح للاسف الشديد فالنغدوية كاين مباشرة خممن الزنزن اقشي شيء وفنس وليس علي مولى وليس عمي الحكم وليس اثم الزنزن. ولكن الأسياد نسن لن قيم رثما نغربين ممكن قيم سدة ونش جرنا تخزرنا راه غرنس ده شو خممن الناس من هو يثغى الأسياد النق نهني ذي خدمنا غرنس النار نهني بالدهد العبي من هو يثغى غرنس انه هنا في زنزن انه هنا ذي كيسين لكن نربحهم ماذا جو ده شو متفهم يا رسم الغير من مني الخدم مني أسروه بضاعة يعني هنا انت واحد السلعة الفرنس لنا باش نهنا في زنزن ما ننسى وثيلي حكمة ترى تنظر الحكمة يعني وش وأسروه بضاعة لهذا إن الله عز وجل والله عليم بما يعمل نهدي الفرنس بس الله عز وجل يتولد كل شيء عليم فدمنتي الفرنس أقلن غل أسياد نسل وين أسنا ما يلنت بالسلعة الدنة الموطنة في الدين تنية جل أسياد نسل غفلن وروح نزنزنت بالسوق. طيب القول الأول المفسرين القول الثاني غير يثمع قارن لأنه ويقول أضعف ولكن في كونس بعض العلماء قارن لأنه ذي يثمس اسمي الضروح من السنة السلام يحدث دود قريب عيد السلام ديال الباعير وغير ذلك من تقلب وفان السولين داقشي شنيا امشي هذا خدمة توفض حن وزبن غاردين نغل بئر النير الناس هذا عبد اسمنا نادي مثلا انا سوي ذي العبد فكما غد السوم يكون في نزنز نعيزي سير قلا غير قلا غا تنتو في متيت زامير ولا داخل البيرة يعني وفان فلاس تحكي فزنزناس نتي القوم مني وهي احد الاقوال ولكن القول الاول هو الاقوى يعني انه ليك يروح الاوفنس وجزنا صورين للأسياد نسنا البغونات نسنا هنا جمع نس بالسلعة نسنا وين صغ المدينة ويقول الله عز وجل وأسروه يعني أخفوه بضاعة يعني جعل نس البضاعة جعل نس السلعة فرنس واحد السلعة رقش شمس جنوري تبينارا كم لنا بيت نسنا الأسياد نسنا وعلمنا أنا ملين وطن غل المدينة اللي عندي تدون راح نغ السوق جن معلم إني راح نغفلن وين ستزنزن. يقال الله عز وجل وشروه بثمن بخس دراهم معدوله وكانوا فيه من الزاهدين. انسان يستغرب اخشي شمزيا يكشف حلم يوسف عليه السلام ينزل سلاش ينزل نسقال بطل من المفروض ما تعمت ان يوسف عليه السلام يشبح الدرجه تم قرنت الدرجه انه تراضي فتنه عظيمه ومع ذلك سميث وين غسوق الديوان الصورديين غريب الامر ايوا شو غريب ايثما لأنه يعني بالحقيقة ود الحالة دي والسومة تنقرت النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتي شطر الحسن يعني أزين الشباحة ويت يوسف عليه السلام ما تضمت الشباحة أزين زيسي ويت مانيس إيوا شو غاي ثما وشروه بثمن بخس وشو جنزة بالسوق السومة تمزيان تمطي لأنه السلعة تكر طمني ثما دايما أكيد الحالس الله عز وجل يقدر أنه غثى من الغير مانية و أتفرن وتورينا لغي الأسياد نزن لأنه لو كان ورا نصنص لو كان الأسياد ميتي زنزن نهني ما تزنزن تزنزن سلستع يعني ذي معلم هذا زنزن تسلزن بالسوق ضم مليار سين ثلاثة ضرب عين السوق النيك لدي من راح وتتساوي نارا غالمين سقطر المدة تقام نارا فرانك قل جيل نزن تلاقى كيف طرع تلاقى نزن سي مليار ولكن أسمي قلال الغلمانية فرن
شو سمى ما تزنزل نكو علمنا العباد مطنين يعني لو كانت تزنزل السوق سوم ريال سين ثلاثة أربعة يعني نهضر السلعان تورا وإن كان الوقت إني الله أعلم مش حال السومة ولكن نهضر باش نفهم مش تيه تلا قيوة تلا خبر غل أسيد نسن عدي ملا قيوة عند التاجر كاين أسيني ملوقة خدامي كي يزنزق السوق على حالك السوق عدي وقت الخبر فالإنسان مالي يكير كيرا دايما تزنز كان كا حاجون سوالة تبتا ديكيرا بورتاب نارا ديكيرا كيرا أكتزن سمية تالف إيوا شو خاطرين انتو كارتا المهم كانت دي باراسيت المهم كان اخذ كيداش حتى بغيت فوي نفس الشيء كي نسقار الطبايع نزيد الطبايع عندو راه ديو تاريخنا فوي كي وكان نقص شيء وسعلمنا لي معلم نزن جاني معلم نزن غفل نزن نغسل سوق الزنزن ام زواريز ندي في كان السومه في كنس في كنس ايوا شو حفنا للزايد نكل السومايس لهذا قال الله عز وجل وشروه بثمن بخس دراهم معدوده يعني اللي كيدير ذلك كيدير أمزوار الدين سنخ وحفنا لك الخطر من أكيد قال سكرت الدكر وكانوا فيه من الزاهدين يعني استطلعنا رشان وش استطلعنا رشان ماشي خطر ليس على الشام يتبع خطر وزمير نرسخ من الشام إيوا شو لأنه لو كان نسخ من الشام توكشف وكان السوق سينا إرنوت السوما غرنوت السوما دين جمع السوق النبي يوطل الخبر غير معلمنا من هذا زلنا غرص فحفن كانوا فيه من الزاهدين وذا يقارن العلماء أيثما القيمين هي المؤمن القيمين هي المسلم نظريته المسلم ماشي شحال كيساوم الانسان القيمين كاين السويت غرب العالمي لانه هي يوسف عليه السلام شحال كسوى غير دي دراهم معدوده يسوى كرنا دراهمات وعند الله شو كسوى نبي رسول فالحكم شو السويت غرب العالمي ماشي شو السويت غير بان فلهذا الانسان لا يغتر بمدح الناس ولا يتالم بذم الناس بالحقيقة المؤمن أيثنا إغويني كلان ولا يغطر من تحن سلعيبة وليتوقع راح نهضر في لاس العيبة الشر إيوا شو؟ لأنه الصحيك ذا شو الصويت رب العالم فقيت ما إلى رب العالم يذكرك بشر والفرحة مقرنت ما يذكرك إلى رب العالمين بخير أما ذا شو الصويت غل عيبة فلا يزال الناس يغمطون حق غيرهم كزيك أيثنا كما قال كزيك كزيك العيبة دايما تعدين في الحق الميت نطني دايما ليش يون يقول الحق يسك الدنيا فيه يكمل طف إنسان ولا شيء المتقين من تسا ولا شيء يصوفنا من تسا بس العيب هذا تسوف عن زي سكرة هذا تسوف عن زي سكرة درجة ما تمنط هذه الطريقة كي رد حكون ده شارك دين أتمنط مباشرة وإنسان بريء جنشتي وطف إنسان ولا شيء يلعب غير من تسا بس حق حكون يوثل حاجة في الله سكتي تزوخ أن إنسان ذلك ذلك ألم يتمنط فالإنسان يتعدم ذلك ونشر هذا يعتمد ذا شو ذا الشني نصغر بالعالم فلهذا ذكرت عن بعض العلماء المشكر نسيد مدح نسيدك الناس لا ينفعني مدح الناس الناس سنغيماني وخير من العبادي الناس يعني سنغم كموقع خير نسيد وكان سنغم كموقع ويثم الدحماء وهذا المقصود الكلام الناس فإذا يوسف عليه السلام شروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وهو عند رب العرش نبي رسول يعني صرف العالمين الشام إوغاثة إثميون قارن ذا النوذن ثاني في وغان عزيز مصر وبعض الناس قارن ذا وغاثي ونهدى يستي عزيز مصر المهم شاهد مسلي أنه يوض غل عزيز مصر عزيز مصر أي اختلف انتبارك الروايات ولكن قارن ذا النوذن الإنسان يخدم القصر من الملك قارن ذا النوذن شغل نزمر الدنينين أنه الوزير ينسل المالية يعني نسعى مكانك يغل الملك مليح وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثواه يوغاثي السيدين يقتد غورس يقتد الملكينس يقتد الغلامينس يقتد خدام غورسنا ولكن مثديوي بغى يجعل من الخدمينس مثل زراك من شبحان زراك ترانكي زراك تسوى ربنا يبغى ناسي على كاش بيان الشان خير من مياك مطني بشو سيناري ثمتوثيس وقارن بنو يسعى للدريا أكرمي مثواه نسي ثمتوثيس كر مقشي شيء يعني حضرت تسعد صوت ناس تخدم تكرا أكرمي مثواه إيوا شو عسى أن ينفعنا يعني راه ينفع قشي شيء يعني تبين بذم الخير عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ليس ينفع أم أنت من الخدم النطني على الأقل كنيدي تبي أهنجعل دميثنا وي ماشي إذا خدمه من إيه نطني ممكن وي وغد عشر يسعى بزاف الخدم ولكن وي يكشم أوليس إني يسوية تنتخذ دميثنا قارن العلماء أن يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم حفظ لهذا الرجل الكلمين يعني غشفت الهضرين وأنه إلى غمزيان يشفم سنة أكرمي مثواه يعني تهد لزيز بالك في خسكرة فلهذا سنة القصة وحيد مرأة العزيز
الناس معاذ الله إنه ربي أكرم مثواي. الرئيس الخير ني غير خدمات جزائر إلى مزوال يعني ريسك شميتو خميس يوصف الناس إنه خمس يس أسمي الدغليان قال موطي من ديز ملاتي خون ودي خون وحيد المرأة ينس اسم الفد الخير نسي على نسمع على الله إنه ربي أحسن مثواي يعني أكني يخدم الخير بهذا مزوالي والصازية من كيف ورث تخون غال. فقال أن يوسف عليه السلام عرف الود الرئيس الود والجزي يعني الرئيس الخير والجزي وكذلك أتباع الأنبياء والرسل العباد يكثر من الخير يثنى ماشي لي مشو من لقال لي لي مشو من يثنى إنسان يريد سرد الخير ويريد شفارة في الخير إنسان لازم يشوف في الخير يثنى بل هذا سهو الشر ممكن يثير رجل عاصر يجيش من تعيش بالعكس الخير سهونت العباد وإنما يشوفون في الشر ما أسيخدم يون الشر دي يشوف اللاز ما أسيخدم الخير دي سهو أماكن بلا المزياس لا أتباع الأنبياء والرسل شوف من خلال بالعمر يسبلك خمس سنين أو ست سنين أو روي ترى إسلام الناس يتمطوثيس أكرمي مثواه سقم سوق شيشية يشفف الهضرية أسمدي وطنهار قشون يزمر ذي خون اسم الفاد الهضرية وقبل ذلك الطلغ أغمر بالعالمين الناس إنه ربي أحسن مثواي. وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ناس حسن الرورس يقليز دخلك القصر حسن الرورس أنس فايد زيس يعني غاث نتصامار نسخ ذا مكلا نغاث نجعل مطيذ مثنا هذا عيش أغور نغم مثنا. من بعد قرض الله عز وجل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض نشوف رب العالمين حكمة الله عز وجل كان في غيابة الجب انتقل إلى دهاليز القصر إلا قلقاع البير اتمن صاب يتدوق القصر باش تعلمت أنه كتقال العلماء دوام الحال من المحال الحال من المفتد ما لا في مثل الحال زر كانك شي ما مكارك ديا في الحديث أستك ديا في صابر شاكر ناك ديا في كافر بنعم الله وين جنان تقلبي يصبر وين تغلق صب يشكر يغلب تقل فتنة يصبر هكا كان شكر وصبر شكر وصبر. لهذا كنت قال أحد العلماء قال المؤمن إذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر وإذا أعطي شكر ندوة هذه الثلاث عنوان السعادة يكون يبغى نادي السعيد عليه بثلاثين ده شو هنت إذا أعطيت فاشكر ميف كيك دربي نشكر يكشم غل قصر يشكر وإذا ابتليت فاصبر ما إلا تبتوى بطالي تصبر يلا أنت قلبي يصبر وإذا أذنب استغفر وما تغلطت استغفر أكلت سلوت لحياتك لأنه ثلاثة أيام إيس ثلاثة سنة تعيش تزيس النهارة غلطت النهارة وابطلت النهارة نعمت لك ربي فحوش من ثلاثة أيام الصبر والشكر والاستغفار. يوسف عليه السلام كان قمة بالأمورين أسمي لك المحنة يصبر أسمي لك النعمة يشكر وانظر نشتين فالقصة يوسف تقلب بين الصبر والشكر فلهذا انتقل كيتقال العلماء من غيابة الجب إلى دهاليز القصر يعني قلقاع البيان غالقصر. قال الله عز وجل وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يمكني الله عز وجل يرفع الشنيس يكسيتي البيرنين يخدم الشنق لتعيش للقصر تسمي تعيش من ناحية نسقر رزق من ناحية الرفاهية من ناحية كذا تعيش خير الأولى نس خير ويثمس ويثمس نجد أن بغنى تأذون بالحقيقة السولين تغيوث من درجة خير وهو أنه يتعيش للقصر رحي الملك. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث نعمة فلس الله عز وجل نعمة أخرى أنه علمه من تأويل الأحاديث تأويل الأحاديث قرن المفسرين تأويل الرؤية وتأويل كلام الأنبياء قبله يعني إسن الرؤى يعني إسن ريفسر تريوائيين وكذلك إسن ريفسر كلام الأنبياء إقدام قبل إسن ويمعني إسن ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن يكون الله عز وجل دائما الأمر ينسك غالبا مع أن العباد تخطط الله يريد وأنت تريد ولا يحدث إلا ما يريد الله عز وجل أين يبغى الله عز وجل كنا لطرق فالله غالب على أمره ولهذا الإنسان يثمر ويس حفالة غادي نافس القضاء رب العالمين وإنما غادي حف أمشال لما عمل وحد القضاء القدر رب العالمين ماذا الإبتلاء غادي صبر ماذا النعمة غادي شكر أكيد يوي الحذر الإنسان والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون أكثر الناس لا يعلمون نونا سيثمان النور بالعالمين اللي كده تتفوثن بالدنيا ثي
نقول نسأل رب العالمين يلا غين فشو يغفل في الناس بالدنيا فيا مرز انه نبغان الحاجه رب العالمين يشوف غير تغ الحاجه ما تنس قال اوف ايوا شو نورمال مو هكا في لقاك يود الحال في لقاك سي با نورمال هكا الله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون والله لو كانت تخطط لكن تبغي تشد تاذي ثماني تجي تكلم كيف تيقدر الله عز وجل تزطيك على تشفر فيوسف عليه السلام لو كان يبغى غادي ينفع يمانيس تلاقوا ينفع على يمانيس كما نشتي يسلم الامر ينس الى الله شوف عندك في مانيس شوف مانيس القصر وانظر تحكي فيس يعني هذه تسليك الدرجات فكثير من الناس هذه خطت الحاجة الله عز وجل استيسوف غاك النظم من المفروض ديني سمعا وطاعا يعني قدر الخير فيما اختاره الله انت لا شهد يخدم تفتديت نفس وذي تعارى القضاء والقدر من رب العالمين وانت نين كيبغى رب العالمين كي خير ويني تبغيت في تشير ذويني كيبغاني مولاني كيبغى خير اين لك كيبغى ربي خير بيني فلهذا الإنسان مهما كان لازم دائما دائما أضدت لأنه رب العالمين سميع بصير غالب على أمره عليم حكيم أنه رب العالمين لن يخدم للحكمة زيس مستحيل سين الإنسان فيه سبا نورمال نورمال موكا نورمال موكا فطرع غير قبل ما تطرع معليش الإنسان ذي سبب سبب بالأمور إثمان ناتي فبغيت أم كي خططت ولكن دائما لكن مقارة إثمان هذا يسبب الإنسان ويتوكل في الله عز وجل وقبل ذلك يستخير الله عز وجل إذا صارت الاستخارة الأمور ينس وما يلث في غالك نستخدمتك ينس دايما الخير فيما اختاره الله اعلن أنه مدام ذي المؤمن يثبت مدام تخدمت الاستخارة مدام تدخل في طرى الشرع تخدمت الأسباب الشرعية يسوف غيت رب العالمين لكن ناطن ماشي ذا الظلم يبغى كظلم أرنه شوية أتزرطي وشو يقدر الله عز وجل إني تبغي طارك يقدرين يبغى نتسع فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعد نظر الله عز وجل ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ترى يوسف عليه السلام يمغور أقشي شمزيانك شمغ القصر عاش لنك القصر أكرمي مثواه كرمنسي عاشكني لق الحال عاشك النعيم عاشك كذا يذكر الله عز وجل يمغور إن ولما بلغ أشده بلغ أشده مخلف من العلماء أشحل العمر بشوي بلغ الإنسان أشده كثير من العلماء قرن 40 سنة أكثر العلماء قرن 40 سنة ولكن متوساد مسألة عيسى عليه السلام أنه يرفع يطلع عز وجل 33 سنة بعض العلماء قرن 33 إذ أشده المهم اختلف الشاهد مثلا أنه أشده هذا شو بمعنى ماضية وترقاز غضارجة أنه ينضج يتسمى لين يتجمع مرحلة الشباب يكشم مرحلة الكهولة يكشم المرحلة النذين يرسام فهو يسقى أن بلغ أشده تنظر المرحلة عند العقل الإنسان يتوسع مليح عند يؤتى الحكمة عند يؤتى علم كثير وهكذا ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما حكما بعض العلماء قد هي النبوة يعني غير من إرث الله عز وجل ذي النبي وعلما كيس الله عز وجل علم غزير لأنه نبي يتفسر دشو قلنا قبل اسمين كلام الأنبياء والرسل وكذلك تفسير الرؤى إزار العباد وانظر أنه ذي سعو قصة تم قرانت وحيدة رؤيين أتني من بين الأسباب سشاف أنه أثر فعل الله عز وجل ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما بعد شو دم الله عز وجل إهما شتع المتن وانشتيه مشي خاص بيوسف عليه السلام نعم النبوة خاص بالأنبياء ولكن هدر فضل الله وحي أنه أكدسوكس قلبير وكرغ القصر أنشتم شيء خاص بيوسف عليه السلام خاص بمن؟ وكذلك نجزي المحسنين كلاويني قلنا يثم محسن مع الله كلاويني قلنا تقي كلاويني قلنا مخلص وحيد الله عز وجل رب العالمين ثنجي من كل كرب وكذلك ننجي المؤمنين الله عز وجل يثم هذا الوعد بدك الشيخ الدينيس بد وينك أمر الله عز وجل تجده تجاه احفظ الله يحفظك الله احفظ حدود الله عز وجل يحفظ الله عز وجل اي واش الله عز وجل يحفظ يوسف عليه السلام لانه مختلف مراحل من حياه الانسان قسمي الى رمزيان على ميدان بلغ اشده كان من المحسنين قال الله عز وجل وكذلك نجزي المحسنين بعد ذلك استوريس قصه بالقصر للملك وحيد امراه العزيز القصه المعروفه أتنجيت مثلا يغضر سيسدون إن شاء الله لأنه القصة تطولان شوية لكاتس من بلوتين تفكرة أتنجي إن شاء الله الجمعة القادمة بإذن الله وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير.